بعدما شكلت لغزا محيرا لفترة طويلة وكادت تتسبب بأزمة سياسية ودبلوماسية. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف لغز تخريب خطوط نورد ستريم التي قالت إنه تم بعملية أشرف عليها جنرال كبير في الجيش الأوكراني وبتمويل من رجال أعمال في القطاع الخاص بموافقة الرئيس زيلينسكي نفسه. الخطة التي كانت نتاج احتفال الخمور الذي أقامته القيادة الأوكرانية احتفاء بما اعتبروه وقف الهجوم الروسي في مايو 2022 بلغت كلفتها 300,000 دولار، وتم تجنيد 6 من أفضل العناصر العسكرية الأوكرانية بينهم سيدة حاولوا إيهام الجميع بأنهم في رحلة بحرية ترفيهية. تحرك طاقم المهمة من مدينة روستوك الساحلية في ألمانيا بعدما استأجروا يختاً، وعند وصولهم للمنطقة المنشودة قام 4 غواصين بتثبيت متفجرات قوية تعرف باسم HMX متصلة بمفجرات يتم التحكم فيها بواسطة مؤقت في خطوط الأنابيب. وفي الساعات الأولى من صباح 26 من سبتمبر 2022 وقعت 3 انفجارات قوية في نورد ستريم أخرجت 3 أنابيب من أصل 4 عن الخدمة وأحدثت أكبر تسريب للغاز الطبيعي على الإطلاق يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في الدنمارك.